السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنكمل مع بعض شرح الزي هولدر المقدمة من Engineering Systems. هتلاقي الروابط أسفل الفيديو. دلوقتي نشوف مع بعض البلانينج. أول ما نفتحه تقدر تلاقي عندك المشاريع اللي موجودة هنا، تقدر تختار المشروع، تقدر تقول له هنا شفتات، فتقول له Complete Pricing. الأسعار بتبقى إيه الأرقام الموجودة، Activity Planner، Activity Cost. تقدر تعمل Export للبرامافيرا ولمايكروسوفت بروجكت، وتقدر تعمل امبورت ليهم، يعني ليه ان انا اعمل امبورت واكسبورت. تقدر تشوف المشروع ده الشارت بتاعه، بروجكت كوست تشارت او تاسك كوست تشارت او تاسك دريل داون تشارت او بروجكت ريسورسز بالشكل ده. تقدر تشوف المشروع، تشوف تاسك كوست تشارت، فتقدر تشوف المشروع التكلفة بتاعته هتبقى عاملة ازاي، وتقدر من هنا تحدد التاريخ من فين لفين، وتقدر هنا تعمل زوم لشهر، 3 شهور، 6 شهور، لسنة مثلا للمشروع ككل. وهنا تقدر تحمل الملف دوت كصورة بي ان جي او جي بي جي او بي دي اف او اس في جي.